لماذا الراهبات بيتوقفوا عند مرحلة معينة ليسوا كالرجال في النظام الكنسي؟ النظام الكنسي أو الكهنوت في الكنيسة هو للرجال. إيه السبب؟ إن السيد المسيح اختار تلاميذه كلهم رجال، ورغم لأنه كان العهد عهد يعني سطوة الرجال. ما هو سطوة الرجال دي على طول. لا مش لكده السبب. كان في نساء، يعني في الكتاب المقدس لما تقري عن حياة السيد المسيح تلاقي كان في نساء، أشهرهم القديسة مريم. أيوه. العذراء مريم طبعا. يعني العذراء مريم لم تختار إنها تصير كاهنة. فترتيب المسيح وده توزيع الوظائف، توزيع المسؤوليات، ما فيهاش فكرة حقوق مرأة وحقوق رجل، ما فيهاش الفكرة، هي توزيع الأدوار. زي مثلا تخيلي كده طيارة وفي كابتن بيسوق الطيارة، هو وظيفته كده وأنا وظيفتي إن أنا أكون راكب. ما زي بالظبط العين والإيد والرجل، ما هي دي أعضاء في جسم الإنسان، تختلف حجما وتختلف من ناحية المسؤولية. لكن هل يقدر العين تقول الإيد أنا مش عايزاكي؟ مش ممكن. لا بس مع أنا يعني بفكر إنه مع تطور السنين والأزمنة واختلاف يعني العالم ووضع المرأة حتى الذي بدأ يختلف بشكل كبير. المرأة لها كبير. أدوار تانية في الكنيسة. أدوار كتيرة قوي. حضرتك بتسألي عن الراهبات. الرهبنة عندنا في مصر، رهبنة بيسموها رهبنة العبادة، للرهبنة النسائية. رهبنة العبادة يعني الراهبات موجودات، البنت بتعيش حياتها، تتخرج، نفسها تروح الحياة الدائرية، بيختبروها لغاية ما تقبل في الدير. تقبل في الدير وتعيش بقى في وسط مجموعة الراهبات اللي في الدير، وبتغير اسمها وبتلبس لبس الأسود. ولبس الأسود برضو أحب أشير إليه لأنه رمز طمية الأرض. طمي الأرض اللي بنحط فيه البذرة. أيوة. وبندفن فيه الإنسان. فالراهب أو الراهبة بيتصلى عليه صلاة الأموات. يعني في الطقس بيتصلى، بينام كأن حياته الأولى انتهت وسيبدأ حياة تانية وهو باسم تاني، وهو مدفون جوه لبسه. كأنه مدفون جوه طمي الأرض، تراب الأرض. ففي الراهبات دورهم اللي هو دور العبادة، ودور الأشغال بقى كتيرة. يعني مثلا حاجة زي دي، الروب بتاعي، ما هو ده شغل في أديرة الراهبات. مثلا لهم أشغال كتيرة، وأشغال اقتصادية وأشغال زراعية وأشغال يعني متعددة. وسعدائهم بالحالة دي. بس في شكل آخر اسمه المكرسة، وهن بنسميها بالقبطي تا صوني. تا يعني ماي، صوني يعني أخت. أختي تاسوني يعني أخت. دول عبارة عن راهبات بس بيلبسوا اللبس الرمادي، بنسميها مكرسة، وبتعيش في العالم مش بتعيش في الدير. يعني خارج الدير. خارج الدير. بمعنى إيه؟ إنها خدمتها جوه المجتمع المدني بتاعها. خدمات تعليمية. خدمات اجتماعية. خدمات البيوت اللي هي زي بيت المسنين. وبيت المعاقين أو ذوي الهمم، أو بيوت الملاجئ، بيوت الضيافة للأطفال، أو فصول التعليم في المدارس، أو الخدمات الصحية في العيادات والمستشفى، خدمات كتيرة أوي. فالمرأة لها دورها، ودور متسع جدا. يكفي أن أنا أذكر لحضرتك أن إحنا عندنا في الكنيسة ما يسمى بمدارس الأحد. مدارس الأحد دي فصول تعليمية للأطفال، نص اللي بيشتغل فيها أو بيدرس فيها أو بيخدم فيها راهبات. لا، شابات عاديات. شابات جامعة، شابات تتخرجوا. فالمرأة لها دور واسع جدا في الكنيسة.